المناظر الإعلامية والحقوقية النزيهة رغم كل الإغراءات والضغوطات التي ساهمت في تنوير الرأي العام، وإلى كل الفعاليات والهيئات الحقوقية المساهمة في دفع بعجلة الحركة لبلوغ أهدافها من مطالب اجتماعية واقتصادية، كما أحيي جميع المناضلين والمناضلات الذين يسعون لتنظيم الأشكال النضالية التي تقدرها الحركة. أدعو ساكنة إيميغر الحقيقيين إلى رأس الصفوف
إلى الصفوف والعمل سويا من أجل قضيتنا، من أجل قضيتنا العادلة والمشروعة والذي سنفديها بأرواحنا إذا اقتضت الحاجة، كما يزال معتقلي السجون ضريبة بظالم في سجون الدل والعار، كما أؤكد عدالة قضيتنا ومشروعيتنا ومشروعيتها وشرعية إطارنا حركة على درب 96 ومشروعية حقوقنا. فالكفاح المديد هو السبيل الوحيد لبلوغ المنشود، وأن السجن والاستمرار في التهميش والإقصاء لا يزيدنا إلا قوة وعزيمة. فعدالة قضيتنا وسلميتها وسلمية نضالنا وتشبثنا بالمقاربة القانونية هو صمام الأمان، هو صمام أمان حركتنا. وأخيرا بكل أمانة وصدق، فإن معتقلي القضية يطالبون وقفة التأمل في الذات وخلق مقارعة فكرية بناءة بعيدا عن اختلاق مناوشات سطحية وشكلية، وضرورة تشغيل آليات النقد الذاتي البناء والموضوعي ومراعاة للقضية والحركة واستحضار التضحيات استحضار التضحيات والإرث النضالي لهذه الساكنة المقهورة. تنمير النونشيان أدوني بالضربي، امشي تخيط بالدام سلع قبل، إن شاء الله الويت قناد الدون إن شاء الله لا بدا نكون قناد نمزل لحقنا سنارا. ما ضاع حق وراءه طالب. المهم ان شاء الله تسيات تغسل قدام قلنا نعاود ولي الحديث باقيه قلنا نعاود نسيو صلاح قلنا غادي يرزم ربي ان شاء الله. سوي مزبوره لهم كره، السلام عليكم.